حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا عبر 92.7 بالعشرة، نجدد التحية ونجدد المحبة ونجدد اللقاء بكم في هذا المشوار المسائي وهذه المحطات المسائية ضمن برنامج التربيحة. انقطاع الانترنت عن العالم هو إشاعة أم حقيقة؟ وماذا لو توقف الانترنت عن العالم حقا؟ تصدرت مؤخرا أخبار انقطاع الانترنت في بداية هذا الشهر بالتحديد منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشكل كبير جدا وبشكل مخيف، مما أثار الجدل الشديد بين رواد هذه المنصات بين التأكيد أو النفي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في أمن المعلومات والمختص في مجال السوشيال ميديا الأستاذ خليل شريتح. أستاذ خليل، نرحب بك عبر هواء شبكة الحرية الإعلامية وأتمنى أن تكون بأتم الصحة والعافية. يسعد مساك تهاني ويسعد مساء جميع المستمعين الكرام. حياك أهلا وسهلا فيك. يعني بداية، ماذا عن انقطاع الانترنت وهذه الإشاعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا؟ هل انقطاع الانترنت عن العالم وبالتحديد خلال هذا الشهر إشاعة أم حقيقة؟ صراحة هي الإشاعات لا تتوقف، يعني كل فترة بنسمع إشاعة جديدة والشعب والسوشيال ميديا خصوصا بيعمل لها انتشار سريع في عصر التكنولوجيا اليوم. الإشاعة الأساس تاع الإشاعة طبعا في 2022 العام اللي فات كان في ورقة بحثية بتحكي عن حدوث انقطاع في الإنترنت بسبب عاصفة شمسية قوية. هاي الورقة البحثية الهدف منها هي التنبؤ بحدوث عاصفة وإيش إنه استعداداتنا على كوكب الأرض لمثل هيك كارثة. طبعا هاي الأوراق البحثية إشي طبيعية بيقوم فيها بعض الأشخاص المختصين بهدف إيش؟ بهدف إنه إحنا نتفادى حدوث كوارث عندنا من خلال طبعا نوضع كنترولز أو قيود على الأمور اللي موجودة عندنا في للشركات وغيرها من المؤسسات في قطاع التكنولوجيا. فكان هدف من هاي الورقة إنه في حال صار عندنا عاصفة شمسية قوية شو الكارثة اللي ممكن تصبح عندنا من خلال القطاع الإنترنت، وحتى نتفادى هاي الكارثة اللي توجد عندنا من خلال وضع الكنترولز. السوشيال ميديا تداول هذا الموضوع أو تداول هاي الورقة البحثية إنه فعلا راح تصير عاصفة شمسية وفعلا راح يتم انقطاع الانترنت عن كوكب الارض او انقطاع الانترنت عنا كلنا، ولكن هاي لا صحه لها من الحدوث. ما في اي مصدر حقيقي بيحكي انه في عاصفه شمسيه قويه راح تضربنا وراح ينقطع الانترنت عن عن كوكب الارض او عنا جميعا. العرافه ليلى عبد اللطيف خرجت وقالت بان النت راح ينقطع، راح يصير على لهجتها او بكلماتها، راح يصير يعني شيء لابد منه. فهذا الشيء الذي أثار الجدل بشكل أكبر وأوسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناس، يعني في حال عن جد وقعت الحادثة وانقطع الإنترنت عن كل العالم، يمكن هذا الشهر، يمكن في هذا العام، ويمكن بالعام اللي جاي، بكل الأحوال في حال انقطع الإنترنت شو رح يصير؟ يعني شوف، هي الامور الافضل انه يستشير فيها مختص مش عراف، يعني مع الاحترام طبعا للاشخاص، لانه بنيه الانترنت الموجوده من الشركات الموجوده حول العالم والدول الموجوده حول العالم بتحول دون انقطاع الانترنت الا في حالات كارثه كبيره جدا، يعني كارثه مثل ما نحكي عاصفه شمسيه قويه بتسبب لاتلاف الكوابل الموجوده تحت البحر تحت المحيطات، وهذا احتمالية حدوثه صعب جدا، أو هجوم إلكتروني كبير يعطل كل خدمات الإنترنت وهذا صعب جدا حدوثه. ليش؟ لأن بنية الإنترنت بتحول دون انقطاعه بشكل عام، يعني انقطاع كلي للإنترنت ممكن ينقطع عن دولة معينة، ممكن ينقطع عن شركة معينة، ولكن الإنترنت ينقطع عن العالم كله أجمع صعب جدا، مستحيل. ولكن يعني إحنا ما بنقول إنه مستحيل حدوثه، صعب جدا حدوثه. كارثة طبيعية كبرى مثلا زلزال، براكين تصير بشكل عام على كوكب الأرض، هذا إشي يعني إحنا عارفين بتصير في مناطق معينة، ما بتصير بمجمل إنها تتسبب في انقطاع الإنترنت. بنية الإنترنت بتعطي توزيع الإنترنت جزئيات أو ضمن مناطق معينة، فإذا انقطعت عن دولة معينة أو شركة معينة ما بين انقطاعها عن دولة ثانية أو شركة أخرى في دولة معينة، فإمكانية حدوث انقطاع الإنترنت عن كوكب الأرض أو عن جميع مستخدمين العالم هذا صعب جدا حدوثه طبعا. نعم، بخصوص كشف الملفات الخاصة والهامة جدا وسهولة كشف الملفات السرية مهما كانت مؤمنة على مواقع التواصل الاجتماعي، هل هذا يعني
يصير أو لا أو يحدث أو لا. في حال انقطاع الإنترنت بتقصدين السؤال؟ نعم. يعني ما بعرف إذا أنت بتسمع عن العرافة ليلى عبد اللطيف، طبعا هي اللي مجتاحة مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، الكل عماله بيسمع لها، عمالها إحنا بنعرف إنه كذب المنجمون ولو صدفوا، لكن عمالها بتحكي إنه كتير أمور بتخص الإنترنت، كشف ملفات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. هاي الأمور عن جد أثارت جدل بشكل يعني ملفت للانتباه بين الناس، فخلينا نطمن الناس شوي، لأنه ما بعرف إذا أنت بتتابعها أو لا. لا صراحة أنا ما بتابعهاش، بس السؤال شوي مفهوم يعني ممكن نجاوب عليه. هسا بشكل عام خلينا نطمن الناس، لأنه الناس هم اللي طلبوا هذا الموضوع، فصاروا يحكوا لي أنه يا ريت لو بنحكي بموضوع أنه هل عن جد يعني مهما كنا مأمنين الملفات السرية على مواقع التواصل الاجتماعي بيتم كشفها بكل سهولة وبكل أريحية؟ ما بتم كشفها بكل سهولة. نعم. الشركات طبعا في حال تم تسريب بيانات لها تتعرض ل مخالفات بتدفع ملايين. يعني احنا حاليا نحكي للمستخدمين انه شركة فيسبوك حاليا بتدفع او عندها قضية تسويب 750 مليون دولار بدها تدفعها للمستخدمين المتضررين بسبب انتهاك بياناتهم وخصوصيتهم اللي تم تسريبها في 2018. بدها توزع كل هاي المبلغ، بدها توزعه كل المستخدمين، وفي كثير مستخدمين قدموا طلبات للحصول على حقهم من هاي التسوية. فالشركات بتخضع لنظام رقابة من الحكومات، فما في شيء اسمه تسريب بسهولة. وثانيا كل شركة عندها سيرفرات خاصة بها بتخزن بيانات المستخدمين على سيرفر خاص فيها منفصل عن شركات ثانية. يعني لما نحكي تويتر عندها شركات وداتا سنتر خاصة بها، غير عن فيسبوك، غير عن باقي الشركات الأخرى، لما نحكي مثلا تيك توك على سبيل المثال. فالتسريب إذا بده يصير بيصير على مستوى الشركة، على مستوى السيرفر، على مستوى بيانات معينة. ما بصير تسريب إنه مثلا ممكن يحصلوا لكل صورك وملفاتك، ويعني في النهاية الهاكرز المختصين بهذا المجال اللي ممكن يعملوا تسريب ما بتطلعوا لأمور الصور وفيديوهات، هم بالعكس هم بتطلعوا لبيانات حساسة خاصة ممكن يستغلوها في أرباح مالية كبيرة. مثلا بيانات المستخدم، يعني خلينا نحكي مثلا عنوان المستخدم وتلفونه وإيميله أهم عند الأشخاص الهاكرز المختصين في العالم أو على المستوى الدولي من صور وفيديوهات، من صور والفيديوهات هم يعتمدوا على هاي الأمور. مثلا لو رجعنا شوي لورا ل 2016 فضيحة كامبريدج أناليتيكا اللي عملت تلاعب في نتائج التصويت انتخابات الحكومة الأمريكية، استغلت بيانات المستخدمين واهتماماتهم، ما استغلت صورهم وفيديوهاتهم. هاي المجتمع العالمي لما إحنا نطلع لفوق على مستوى الدولي والهاكرز الدولي نلاقي إنه ما بيهتموا لصور وفيديوهات، فبالتالي عمليات التسريب الكبرى لما نحكي على كل المستخدمين ما بصير تسريبوا بيانات، لأنه هذا إشي يعني أقل اهتمام من البيانات المهمة للمستخدم، هي رقم تلفونه وإيميله وعنوان سكنه واهتماماته، إيش هو بحب وإيش هو بكره. لأنه كل مستخدم موجود على السوشيال ميديا في البروفايل خاصة به من خلال إعجاباته للمنشورات وتفاعله مع هاي المنشورات، بتم صحيح. عمل بروفايل خاص به له إيش اهتماماته. يعني إذا أنا كشخص بهتم للفيديوهات اللي بتتعلق بالمطبخ لطريقة الأكل، فأكيد اهتمامي رح يكون عند الشركة إنه أنا بتعلق بهاي الفيديوهات، فالمحتوى اللي رح يتوجه لي من هاي الشركات هو محتوى اللي بتعلق بالمطبخ خلينا نحكي أو بالمأكولات أو بطريقة التحضير. فلهيك بصير إدمان للمستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا هو السر في إنه ليش في إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه اهتمامك موجود في هاي الشركات في هاي المواقع. نعم، الخبير في أمن المعلومات والمختص في مجال السوشيال ميديا الأستاذ خليل شريتح كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك على كل هذه المعلومات. هذا البرنامج